بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يحكى أن حاتما الأصم، هذا الإمام الكبير والرجل الصالح، لما أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام جمع أهله وأولاده واستشارهم في هذا الأمر. وكان رجلا فقيرا ولديه أولاد كثر، فقالوا له: يا أبتي، لمن تتركنا؟ من سيطعمنا ومن سيتولى أمرنا وشأننا؟ فكأنهم لم يسمحوا له بالذهاب، إلا أن إحدى بناته، وكانت امرأة تقية صالحة متوكلة على الله، قالت له: يا أبتي، توكل على الله فإنك لست برازق. فذهب إلى الحج وترك لأهله وأولاده زادا قليلا، وبعد أيام نفد ذلك الزاد. فبدأت الأم وأولادها يعنفن هذه الفتاة ويلمنها لأنها هي التي أذنت لي للأب في الذهاب. فتضايقت البنت منهن، فاختلت بنفسها وبربها سبحانه وتعالى، وبدأت تبكي وتدعو الله تعالى وتلح عليه في الدعاء وتقول: اللهم كما عودتنا من فضلك فلا تحرمنا من فضلك ولا تخزني بين أهلي، اللهم كما عودتنا من فضلك فلا تحرمنا من فضلك ولا تخزني بين أهلي. فقدر الله سبحانه وتعالى، مسبب الأسباب ومدبر الأمور سبحانه وتعالى، أن يخرج أمير تلك البلدة في ذلك اليوم، وأمام بيت حاتم الأصم يصاب الأمير بظمأ شديد كاد أن يقتله. فنادى على أحد جنوده: ائتني بكوب من الماء، أريد كوبا من الماء. فذهب هذا الجندي بسرعة إلى بيت حاتم وطرقه بشدة، فخرجت إليه إحدى البنات فقال لها: إن الأمير في الخارج يريد كوبا من الماء. فلما سمعت هذه البنت بأن الماء للأمير ذهبت وأحضرت كوبا نظيفا وملأته ماء باردا، من باب أنزل الناس منازلهم، وقدمته لهذا الجندي، فخرج وأعطاه للأمير. فلما شرب الأمير وضع الله له طعما طيبا ومذاقا لذيذا في ذلك الشراب، يعني لم يجده من قبل، وكأنه ماء من الجنة. فلما شرب سأل: بيت من هذا؟ فقيل له: بيت حاتم الأصم. وكان معروفا في تلك البلدة بصلاحه وزهده وتقواه وورعه. فقال: بيت الرجل الصالح. ثم رفع يديه إلى السماء وقال: الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. فسأل عنه: أين هو؟ أريد أن أراه. فقيل له: إنه ذهب إلى الحج. فقال: إذن وجب علينا أن نكرم أهله في غيبته. فأدخل يده في جيبه وأخرج سرة مملوءة ذهبا وألقى بها في بيت الأمير، في بيت حاتم، إلا أن الرزاق جل جلاله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأسرة المزيد، فألهم هذا الأمير وأنطقه بأن يقول لحاشيته والذين كانوا معه: من أحبني فليصنع مثل صنيعي. فبدأ كل من كان معه يخرج ما معه من المال ويلقي به في بيت حاتم، حتى امتلأ البيت من الداخل ذهبا وفضة، وأصبحت هذه الأسرة من أغنياء البلدة. فانظروا رحمكم الله تعالى أيها الأحباب الكرام، كيف أن الإنسان إذا توكل على الله تعالى فإن الله تعالى لا يضيعه، وإن الله تعالى هو الرازق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فما على الإنسان إلا أن يتعرف على الله، وأن يجعل ثقته في الله وإيمانه به سبحانه وتعالى ويقينه فيه، فإن الله تعالى بيده كل شيء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يرزقنا من فضله، وأن يجعلنا من المتوكلين عليه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين.